كلام يد أقرأ ورتب فنوني وصلي على طاهر الجد عسى نون ياجي في نون. من رواية الشاعر الراحل أبو المجد بهجة الخطيب أصبون المطار. أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة من البرنامج يتواصل فيها الحديث حول فنوننا القولية الشعبية التراثية. مرحبا في حلقتنا النهاردة بضيفي الكريم الشاعر الشاب محمود سمير من نجع الشيخ فضيل بإسنا. رحب أيضا بالشاعر الشاب عمر قدري نجع الشيخ فضيل بإسنا. محمود، إيه حكاية الشيخ فضيل؟ يعني ما شاء الله إحنا بينا من ساعة أكثر من 25 سنة في الفنون القولية دي، وهي معين لا ينضم وبين ملوش قرار مع الجوالين الشعراء سواء اللي رحلوا أو الكبار اللي ربنا يمد في عمره، او انتوا كجيل الشباب الصغيرين، ايه السر في الموضوع ده؟ والله هي في البدايه مهم من الضغط، فيمكن تعداد الشعراء اللي بيكتبوا فن واو او ايا كانت قصه حاجه بتبقى اضافه لنا وللبلد، ان احنا نكتب موال ده بيبقى تراث طبعا بتاع جيلنا او الناس اللي سبقتنا، فبقى نتعلم منه. ولحد دلوقتي الكبار كانوا بيقعدوا يقولوا لحد دلوقتي. عندنا ما شاء الله ناس اكابر يعني في المواهب. قول كده كم واحد يعني اللي تعرفهم اللي دائما مشهورين؟ اعرف طبعا عمنا جمال ابو سلمان. وكان دائما حبيب ولا يرحم محيي صابر. عمنا صابر. والحج محيي. الحج محيي. وعندنا مستشار حمدي كريم برضو بيقول لا جميل جميل عم حمدي. طيب يلا هنبدأ بكرة عمر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. درويش وغاوي الحضر خد نفحة من الحضرة، درويش وغاوي الحضر خد نفحة من الحضرة، والحضرة مجذوب مع الأرواح وهم حضرة، غابوا على الناس وفي حرم النبي وصلوا أول ما وصلوا صلوا الفجر في الحضرة. درويش وغاوي الحضر خد نفحة من الحضرة، الحضرة مجذوب مع الأرواحهم حاضرة، غابوا على الناس وفي حبل الكريم وصلوا أو مصر. مسكوا في حضرة تركوا الدنيا دي، تركوا الدنيا وما فيها ومسكوا ايه حبل ربنا سبحانه وتعالى. غابوا على الناس وفي حبل الكريم وصلوا اول ما وصلوا عن اليهال، اول ما وصلوا صلوا الفجر في الحضرة.
هذا سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. أرواح أول ما وصلوا الأشباح يعني دي أشباح وأجسام لكن أرواح تهين في ملكوت الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك ما تنكرش على بقول لك أنا قاعد مع جنبيكم بقول لك أنا بصلي في دي أرواح. ممكن يكون قاعد معاهم جسدا من بال الجسد وبيكلمك لكن روحه ما أنت تكون قاعد أحيانا بتسرح تكون قاعدة وأنت بتسرح بخيالك في ملكوت الله كده. يا سبحان الله من عند ربنا. عرج الدور ده درويش مقاول حضر قد نفح من الحضرة والحضر مجذوب مع الأرواحهم حضرة غابوا عن الناس في حبل الكريم وصلوا أول ما وصلوا صلوا الفجر في الحضرة. الله الله الله. أبو سمير نبدأ بواو ماشي نبدأ كلامنا بذكراه وصلاته فرشه وغطلنا بقلوبنا دايما مذكراه هو قائدنا وبطلنا. نبدأ كلامنا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه؟ وصلاته وفرشه وغطلنا فرشه وغطلنا بقلوبنا دايما مذكراه هو قائدنا وبطلنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عرج الدولتين. نبدأ كلامنا بذكراه وصلاته فرشه وغطلنا بقلوبنا دائما مذكراه هو قائدنا وبطلنا. الله نخش بقى مثلا قال صلاته فرشه وغطلنا ما تفرش ويغطي محمود بس مش شرط نلتزم بقواعد الفرش والغطل الدنيا بتاع الزمان. نقول احنا يا زارع الشوق غير الجرح ولقاني يا ما أزيت ناس وراح المجني ولقاني عاشرت إبليس دائما بالفتن معروف وعملت معروف وغير مدلول ولقاني يا زارع الشوك غير الجرح ولقاني يا ما أزيت ناس وراح المجني ولقاني عاشرت إبليس دائما بالفتن معروف وعملت فيك معروف وغير مسلوب ولا جان. عرج الدور ده يا زارع الشوق غير الجرح ولا جان يا ما أزيت ناس وراح المجني ولا جان. عاشرت إبليس دائما بالفتن معروف وعملت معروف وغير مسلوب ولا جان. هترد عليه ان شاء الله. كان عشمي فيهم خير يا خلق وكسوني لبستهم خز ثوب النار وكسوني كانت صحبتي جبنا وانا زيدي بالجبل انا كنت ماشي عدل هم اللي عكسوني. كان عشمي فيهم خير يا خلق وكسوني. انت عشمان فيهم خير كسفوه لبستهم خز اللي هو الحرير ثوب النار وكسوني لبسوك انت ثوب النار لا حول الله كانت صحبتي جبنة وانا زي في الجبل انا كنت ماشي عدل هم اللي عكسوني. عرج عرج كان عشمي فيهم خير يا خلق وكسوني لبستهم خز ثوب النار وكسوني كانت صحبتي جبنة وانا زي في الجبل أنا كنت ماشي عدل هم اللي عكسوني. أنت قلت الأول يا زارع؟ يا زارع الشوق ليه الفرح ولقاني. زارع الشوق؟ الشوق. طب أنا حقول يا زارع الود. ازرع. ها؟ قول. ولا يا زارع الود؟ يا زارع الود هو الود شجره جلي ولا سواد الوداد نضحت وماءها جلي. أيام بنشرب عسل وأيام بنشرب خل. وايام ننام على الحرير وايام ننام بالطل وايام بتيجي على اولاد الاصول تنزل سالت عالم وقلب من العلوم صندل سند الكتاب على اليمين ثم التفت قال لي من عاشر الندل بعد الغندره انزل. قول قول يا ابو خضر يا تاجر الفرح ليه الحزن هاب كيلك محنا شقاقة وطمع النفس هاب كيلك
جاييني تشكي وبتزيد الألم. ألم مين؟ شكواك جنين لو تشكي لي هبكي لك. تاني يا تاجر الفرح ليه الحزن هبكي لك؟ هبكي لك أنا هبك لك. ما احنا شقاقة وطمع النفس هبكي لك. هذا الكيل بتاعك زاد يعني خاف من الكيل اللي انت كيلك. هاب كيلك من هيبة من هيبة. يا تاجر الفرح ليه الحزن هاب كيلك؟ ما احنا شقاقة وطمع النفس هاب كيلك. هاب كيلك جاييني تشكي وبتزيد الألم. ألمين شكواك دي منين لو تشكي لي هاب كيلك. عرج 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 عمر. يا تاجر الفرح ليه الحزن هبكي لك؟ دحما شقاقة وطمع النفس هبكي لك. جاييني تشكي وبتزيد الألم. ألمين شكواك بمين لو تشكي لي هبكي لك. أيوة يا سلام. قول محمود. يا سلام يا عمر. هترد عليه؟ هو قال تاجر الحزن. قلنا التاجر والزارع. أقول له ولا مرة ضحكت لهم ولا حتى لعبوها صحبة وجيران واخوات والعيبة مع ابوها فتنة وهلت عليهم ملهاش حصى ولا عدد فضيت مزاير البلد بالدم عبوها. قول ذو التقيل قول. ولا مرة ضحكت لهم ولا حتى لعبوها ولا ضحكت لهم ولا لعبوها ولا لعبوها ولا لعبوا معاه. صحبة وجيران واخوات والعيبة مع ابوها مطلعش منهم عيبة ابدا واصل. فتنة وهلت عليهم ملهاش حصى ولا عدد فضيت مزاير البلد بالدمع ابوه. بالدمع كتر الحزن بقى والضحايا اللي راحوا في الموضوع ده والفتنة دي بدل ما يعبوا الزيار مية عبوها دموع. عرج الدوب. ولا مرة ضحكت لهم ولا حتى لعبوها صحبة وجيران واخوات والعيبة مع ابوها فتنة وهلت عليهم ملهاش حصى ولا عدد فضيت مزاير البلد بالدم عبوها. الله الله الله. ابو خضري كل اللي فيها افترى صاب العذاب ولا خف. وكل اللي صار وكل اللي شال الذنوب زاد في الذنوب ولا خف. كل اللي فيها افترى صاب العذاب والخوف ولا خف ولا خف. كل اللي راب وارتبى زاد في الذنوب ولا خف. كل اللي شال اوزار على قلبه زاد الحمل. وكل اللي عمل النمل اخذ الجمل في الخوف. دخلت في الحكمه بقى. اللي يعمل النمل في سنه ياخذ الجمل في خوفه في ثانيه. هذا زي موضوع الجماعه المستريه في الجماعه دي. الاحلامات اللي حاصل نشتغل فلوسه كل يوم في ثواني اخذها. تقول اخذ بالك اللي عمله في سنين خذوا في ثانيه جمل في الخوف. عرج الدور ده. كل اللي فيها افترى صابوا العذاب والخوف. وصابوهم بالجوع والخوف نبلونكم بشيء. كل اللي فيها اخترى صاب العذاب والخف ولا خف. كل اللي راب وارتبى زاد في الذنوب ولا خف. وكل اللي شال اوزار على قلبه زاد الحمل. وكل اللي عمل النمل اخذ الجمل في الخف. قول يا محمود. غوط في شكل اللفت وخيارنا وجزرنا شق القلب نصين بالسكين وجزرنا لا شفنا منه أدب ولا حتى راح بال قطع ما بيننا حبال ولا فكر وجازرنا. تاني شق غوط 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 يعني دخل جوا مشي وخيارنا وجزرنا غوط في الزرعة كلها. شق القلب نصين بالسكين وجزرنا رحنا قطعنا ذبحنا. لا شفنا منه أدب ولا حتى راح بال قطع ما بيننا حبال ولا فكر وجزرنا. يعني قطع الوضع خالص كده. يقول يا عم روح فكر ربنا صلى الله عليه وسلم ولا عجبه. قول الدور ده ثاني.
غوط في شتل اللفت وخيرنا وجزرنا، شق القلب نصين بالسكين وجزرنا، لا شفنا منه أدب ولا حتى راح البال، قطعنا بيننا حبال ولا فكر وجزرنا. الله يا أبو خضري، يلي أكلت الحلال ابعد من المحظور، وخاف حدود الله مهما تكون معذور. يا مناس أكلوا حلال، يا مناس أكلوا حرام، وعنى عيون هالمال بالمشي في البطال بياخذ الحلال ويروح ويروح. الله يقول لك إيه، يعني جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال سبع سبع دخل ده دخل وروح به ثاني. يلي أكلت الحلال ابعد من المحظور، وخاف حدود الله مهما تكون معذور، لأنه ما تتحججش تقول عشان الله كذا عملت كذا، عشان كذا اقتفيت من أعمل كذا، لا، الحلال مبين والحرام مبين. وخاف حدود الله مهما تكون معذور، يا مناس أكلوا حرام وعمى عيون هالمال بالمشي في البطال بياخذ الحلال مبين. الله ويا محمود الله. رحنا لحد البيت بقلة أصل مشونة، عارفين خباياهم وسرقين تبن مشونة، بيقولوا بيت الكرم لكن كرم ولا فيش، دول سرقوا منا العيش وكذبوا وقالوا عشون. سرقوا منا العيش وكذبوا وقالوا عشون. عشون يعني انتوا عشتوا مني، يعني اصلا كانوا هم حراميه مع هم حراميه وسرقوا منا العيش وبيقولوا عشونا كمان، يعني سرقوا منكم العيش وعايزينكم انتوا تعشوه. طب عشوه من فين ولا ايه؟ هم سرقوا منهم العيش وقالوا عشناهم. وقالوا عشناهم، يعني دول اصلا بياكلوهم، يعني هو يقول لك من دبنه في التلو، يعني من عيشكم واكلكم وخيركم، وقالوا هم اكلوكم وهم يمسكوا خير ولا اكلوا ولا حاجه. لا حول ولا قوه، في ناس بالشكل ده يعني؟ بالفعل في كثير. عرج عرج ضرب راس لحاله ان شاء الله. رحنا لحد البيت بقله اصل مشونه، عارفين خباياهم وسرقين تبني مشونة، بيقولوا بيت الكرم لكن كرم ولا فيش، دول سرقوا منا العيش وكذبوا وقالوا عشونا. الله قول ابو خضري، الحق يا عم الفكرة انفلقت بلاد وبيوت، شاطح شيطان الانس في الفوت، هين يا مارد الجن اذا قريت يخفى، واللي قبل كف يستحمل النبول. واللي مرضاش بالكف يستحمل النبول ياخد بالنبول. قول تاني، الحق يا عم الفتن خربت بلاد وبيوت، شاطح شيطان الانس في طريق الخراب بيفوت، هين يا مارد الجن اللي هو اقوى حاجه سهل جدا في انواع الجن واللي هو المارد، هين يا مارد الجن إذا قريت يخفي، إذا قريت آية إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكتف، إذا قريت يخفى لا واللي قبل كفة يستحمل النبول. يعني شوف مارد الجن هو أعتى شياطين الجن بالسهل، لكن شياطين الإنس دول أجارك الله سبحان الله عليهم بقرب ربنا شرهم بإذن الله. عرج الدولة ثاني، الحق يا عم الفتن انقلبت بلاد وبيوت، شاطح شيطان الانس يفوت، هين يا مارد الجن اذا قريت يخفى، واللي قبل كفة يستحمل المبروك، واللي قبل كفة يستحمل اللي ما ياخدش مرضاش بالكف ياخد النبوه. يا تبقى العيشه صعبه طبعا. احنا هنقول ايه؟ احنا املنا في الدنيا بلا محنه، احنا املنا نعيش في الدنيا بلا محنه، لقلنا مره العيب ولساننا بلا محنه، لمشينا حظ ضعيف ولا حتى نعرف غدر، ثابت مكانه القدر وقديمة زي ما احنا تاني وفوق. احنا املنا نعيش في الدنيا بلا محنه بدون معاناه. بدون معاناه. لقلنا مره العيب
ولساننا بلا محل، لساننا بلا معنى الايه، ما بيتكلمش هي في العيب يعني. بلا بلا محل، بلا محل اللي هو الاخر، بلم احنا ولساننا بلا محل. لما شينا حظ ضعيف ولا حتى نعرف غدر، ثابت مكانه القدر وأبينا زي ما احنا. قدر اللي هو ايه؟ اللي هو الاساس نفسه. ثابت مكانه. ما تحركش يعني ولا ضعف ولا ماله. ثابت مكانه زي ما هو. واحنا زي ما احنا. وأبينا زي ما احنا. عارف. احنا املنا نعيش في الدنيا بلا محنة. لو قلنا مرة العيب ولساننا بلا محنة. لما شينا حظ ضعيف ولا حتى نعرف غدر، ثابت مكانه القدر وقديم زي ما احنا. بنشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام، الشاعر محمود سمير والشاعر عمر خضري من ابناء الشيخ فضيل مركز اسنا محافظه الاقصر، وبنشكركم اعزائي المشاهدين. وبنختم الجول قاصدين مدح النبي سيد تهامه، من شرف الكون بالدين والمعجزة والكرامة نصلي على النبي.